فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز ذبح الأضحية بدون تسمية؟ بدون ذكر اسم الله عليها أو تسمية من هي له؟ شو القصد؟ إذا كان أنه يقصد بدون ذكر اسم الله عليها ناسيا فلا بأس، إذا كان متعمدا فلا تصح هذه، لا تجوز، لا تحل هذه الذبيحة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان متعمدا، إذا كان ناسيا فلا بأس. نعم. وإن كان قصده أن ما ذكر اسم صاحبها اللي تذبح عنه فتكفي النية، وذكر اسم صاحبها هذا أمر مستحب إذا تذكره، وإذا نسيه أو فلا حرج عليه، وهي على النية، على نيتك. نعم.